تمر الكويت هذه الأيام بظروف سياسية أقل ما توصف بأنها حارة بأكثر من حرارة الصيف الكويتي الساخن وللغاية. فرغم أنه موعد الإجازات العادي لجميع الكويتيين وموعد الهروب من حر الكويت، إلا أن معظم الكويتيين تتعلق أعينهم كل يوم بل كل دقيقة بمجريات الأمور السياسية بعد حل مجلس الأمة المنتخب هذا العام وعودة مجلس 2009 بحكم قضائي. نريد أن نحل مشاكلنا، نريد أننا نعبر في الكويت. الكويت اليوم يا أخوان في وقت محيط إقليمي ملتهب. مجموعة الأغلبية في مجلس الأمة 2012 وصلت إلى مقاعدها ولأول مرة بهذا العدد الكبير الضامن لأغلبية مريحة ب 35 مقعدا من أصل 50 مقعدا منتخبا، وهو عدد مريح للغاية رغم التنوع الغريب لهذه الأغلبية التي لا تجمعها أيديولوجية واحدة بل أيديولوجيات متعددة لدرجة التضاد، فمنهم الليبرالي والسلفي والاشتراكي والمستقل تماما، وليس أدل على الاختلاف في هذه الأيديولوجية إلا المطالبات التي انتشرت أخيرا بحكومة شعبية برئيس شعبي. هذا الاقتراح نفسه يلقى اختلافا بين الأيديولوجيات المختلفة داخل كتلة ما يسمى بالأغلبية. فمنذ اليوم الأول لوضع هذا الدستور الكل ينتظر تطوير هذا الدستور كما نص عليه صراحة، نصت عليه مواد الدستور، كل وفق ما يراه. فالبعض يرى أن طموحه ينتهي أو يكون يكتمل في حكومة شعبية، أنا شخصيا لا أرى هذا. البعض يرى أن لا بد أن يتم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وأنا من هؤلاء. نحن بداية دستور 1962 لا يمنع وصول رئيس وزراء سواء كان من الشعب أو من أبناء الأسرة الحاكمة، فالمقاعد والمناصب المحصورة بأسرة معينة هي فقط أمير البلاد وولي عهده، عدا ذلك الشعب وأعضاء وشرائحه وفئات المختلفة كلهم على قدم السواسية شرعا ودستورا وعرفا على هذه الأرض الطيبة. لكن هذا المطلب ليس ضمن مطالب الأغلبية، بعض أعضاء الأغلبية يؤمن بهذه المطالب ويحق له التعبير عنها ويتبناها ويروج لها، لكن في بياناتنا الرسمية كأغلبية تبنينا موضوع قدوم حكومة ذات أغلبية برلمانية. ما يتعلق بالحكومة البرلمانية ومنتخبة وما يقال عن الإمارة الدستورية وكل هذا الكلام مع التسليم بأهميته، إلا أنه مكانه مو بالدواوين، مكانه في مجلس الأمة لما ينتخب الشعب نوابه وطبقا للآليات الواردة بالدستور وبما يحقق التوافق لمصلحة الكويت وأهل الكويت. ويتهم البعض الأغلبية بأنها خانت الأولويات الأساسية التي تم الإعلان عنها في ساحة الإرادة، والتي كان على رأسها الوصول إلى حقيقة ما يسمى بقضية الإيداعات المليونية المشبوهة في حسابات بعض النواب السابقين، وأولويات أخرى مثل قانون دعم استقلال السلطة القضائية وإقرار قانون الذمة المالية لموظف الدولة وقانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الفرعيات الصغيرة التي أخذت من وقت المجلس الكثير استغرقت الأغلبية فيها ولم ينجز شيء يذكر. تزوير وبهتان شنيع للأسف يمارس، حملة تلفيق إعلامي بشعة تمارس. نحن في 13 جلسة نجحنا بإقرار 8 قوانين، 13 جلسة تشمل جلسات الاستجوابات، الجلسات البروتوكولية، الجلسات الخاصة لمواضيع طارئة مثل أزمة المسرحين وغيرها. كل هذه الجلسات 13 جلسة أنجزنا فيها 8 قوانين، أنجزت فيها اللجنة التشريعية تقاريرها النهائية بشأن 60 اقتراح بقانون مختلف. قوانين مكافحة الفساد أدرجت لأول مرة على جدول أعمال المجلس للأسف الذي عطل شهرا قبل يوم من صدور الحكم القضائي بتعطيل هذا المجلس. وهم يقولون أيضا أنكم في موضوع الإذاعات لم تأتوا بشيء جديد ولم تقدموا شيء جديد. موضوع الإذاعات موجود في النيابة وفي القضاء، وكذلك اللجان لم تكتمل حتى تقدم تقريرها. نحن قلقين على الكويت، بالفعل قلقين على الكويت، قلقين، نبي خلص. جاءت الأغلبية وتوافقت، والله ما جمعتنا مصلحة، جمعتنا ما تسمعون عنا وتقرؤون وتتنتقدون أيضا اللي هي قضية الأولويات.
وحطينا أجندة وقلنا بسم الله واشتغلنا، وكلكم عشتوا المرحلة. يوم يسوون المجلس سيرك، يوم يسوون المجلس حلبة مصارعة، يوم يسوون المجلس وحنا محشين في حالنا، والناس تقولنا يا جماعة اضبطوا حالكم لا يستفزونكم وسعوا صدركم. جاء حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 لخطأ في إجراءات حل المجلس، ورغم الكثير من الزخم الإعلامي والصراخ حول مجلس 2009 المحول ثلث أعضائه إلى النيابة العامة بتهم تضخم حساباتهم البنكية بشكل غير مبرر، إلا أن الدوائر قريبة من صناعة القرار تؤكد أن مجلس 2009 مصيره إلى زوال. نطالب بسرعة تطبيق الأمر الأميري والرقبة الشعبية بإسقاط مجلس 2009، مجلس الإيداعات، مجلس اللي حاول البعض يقول وين الإيداعات، غير صحيح هذا الكلام. ما تتذكرون هذه المرحلة حتى جاءت الانتفاضة الشعبية في ساحة الإرادة وخرج الكويتيين، وثاني يوم تم حالتهم إلى النيابة العامة. الكويت في حال حل مجلس الأمة 2009 تنتظر انتخابات جديدة، وهو ما يضع على كتلة الأغلبية عبئا كبيرا في محاولات العودة، خاصة بعد الاقتراحات التي بدأت تخرج بتعديل الدوائر الانتخابية من 5 دوائر إلى 10 دوائر أو أقل. موضوع الدوائر والترويج لأن هذه الدوائر 10 وربما صوتين وربما صوت واحد، وانتقاد الخمس دوائر، أقول ما أنتم مجلس القبيضة أصلا فاز بالخمس دوائر، فلماذا الآن لا تريدون الخمس دوائر؟ كنتم أغلبية في الخمس دوائر، شنو الجديد؟ إما أن مجلسكم 2009 كان مزور فأنتم منتم مقتنعين تعرفون أن هذا مزور، أو أنتم تخالفون الواقع. يعني لماذا الهرب؟ ولا تبون دائما أنتم أغلبية في كل مجلس؟ نحن لا نتكهن أو نرجم بالغيب، ولكن هناك بعض التصريحات تارة تكون من مسؤولين تتكلم عن تعديل الدوائر أو تقليص عدد الأصوات أو العبث في نظام القانون الانتخابي، لكن أعتقد أنها صارت الدوائر 10 أو 25 أو صوت أو صيت أو صوتين، فإن الشعب الكويتي الآن أصبح واعي. ولم تكن الدوائر الانتخابية وحدها في دائرة الاقتراحات، بل كانت آلية التصويت أيضا، فقد خرجت أصوات تطالب بتعديلها. فمن المعروف أن المواطن الكويتي وطبقا لقانون الانتخابات له حق التصويت لأربع مرشحين في دائرته الانتخابية، ويتم اختيار أول 10 من كل دائرة انتخابية حتى يتم العدد 50 عضوا، وتخفيض الأصوات من 4 إلى صوت 1 لكل مواطن قد يضر بكتلة الأغلبية. قصة الدوائر خلنا نقولكم إياها بصراحة، ما يبون تطلع نفس الأغلبية البرلمانية اللي هذه راح تسوي قوانين تفرض هذه كذي على بلاطة. الماكينة الانتخابية بدأت تروسها في العمل الفعلي بتدشين حركة مضادة من كتلة الأغلبية لضمان التواصل مع الناس والإعلام، وكانت الفكرة التي طرحتها الأغلبية بتدشين ما يسمى بدواوين الاثنين، أي الاجتماع في ديوانية أحد المواطنين. يعتبر ذلك اشترارا للتاريخ، حيث قام الكويتيون بعمل هذه الدواوين إبان غياب المؤسسة التشريعية عن العمل بشكل غير دستوري منذ عام 86 وحتى عام 92. في هذه الفترة انتشرت هذه الدواوين للمطالبة بعودة الحياة النيابية.
في تاريخ الكويت السياسي المعاصر لدينا ما يسمى بدواوين الاثنين. قبل عهد الفضائيات والموبايل وتويتر كانت وسيلة شعبية جيدة، الآن نرتقي عادتها لحساسية وخطورة الوضع الذي نمر فيه. حتى الآن هناك صمت حكومي عن كل هذه المقترحات السابقة التي ألقيت في الإعلام والصحافة دون تفصيل، لذلك فمن الصعب التكهن كيف سيكون الحال في الكويت. هل سيتم إقرار نظام انتخابي جديد بمرسوم ضرورة؟ لو صدر تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة، إليكم نص المادة 71 كما هو، إذا وجد فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. إذن المشرع الدستوري نص على حالة استثنائية لا يمكن ولا يجوز الانتظار فيها. هل تعديل الدوائر من ضمن هذه الحالة التي أشار لها الدستور؟ بالقطع لا. شلون مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر ينظر المجلس؟ شلون مجلس ينظر في مرسوم هو سبب وجوده؟ هل يعقل هذا الشيء؟ هل يجوز يا من تحترمون أنفسكم تدعون بالدستور، يجوز أن ينظر المجلس مرسوم ضرورة في الدوائر وهو أتى عن طريق هذا المرسوم؟ فلو قال هذا المجلس أن هذا المرسوم مرفوض معناته سيحل المجلس. إذن عمليا وواقعيا لا يمكن للمجلس الأمة أن ينظر في مراسيم ضرورة هي في الأصل سبب وجوده. الذي يأتي بالشك والريبة هو الصمت المريب لهذه الحكومة التي لم يظهر منها بيان صريح واضح يدل على أنها فعلا تريد تطبيق الدستور وتعديل ما تم من خطأ إجرائي. هناك من يريد ضرب الكويت بالإشاعة وبالقيل والقال والقريبة، الكل يقول لكن حكومتنا ولا تقول شيء ولا كأن في شيء حصل. وإذا صدر مرسوم الضرورة بتعديل نظام الانتخابات أو التصويت، ما مصير كتلة الأغلبية؟ هل سيغير ذلك من تكوينة المجلس التي تدور في فلك واحد منذ زمن؟ وما تأثير ذلك على الشارع الكويتي الذي كان صاخبا على مجلس 2009 لدرجة كبيرة، خرج معها الكثير إلى الشارع للتعبير عن رأيهم؟ وهل لو عادت كتلة الأغلبية بمقاعدها الوثيرة المريحة ستعود مرة أخرى للانشغال في مستصغر القضايا، أم ستنتبه لخطواتها هذه المرة؟